كنت دارهم ما كتخرج ما تترجعش، بقيت كنلعب عليها على دماغها باش قلت ليها تلاقى بك، خصك انت تكون ناضي وتغيز لي هاد لافير من ديك الناحيه. كون هاني يلا شنو فهمتي يا لاله؟ فهمينا اسيدي. الدري لاباس عليه وعنده فلوس وباغي يتزوجي بنت الناس، وانا هي ديك بنت الناس. هاد البنت هادي عمرك شتيها؟ مال هادي الشاف؟ مال هادي؟ واش تتحسستي ولا شنو؟ غير هو ضروري بلي خصنا نهضروا. ضروري نهضروا. يلا بسلامه. يلا باي باي. تراري دبرنا عليها. واش غنقول لك اخي عثمان؟ انا راه جيتيني بحال زربتي شويه فهاد الزويجه وصافي. خويا ما كاين لا زربت لا والو، سيده بنت دارها وبنت عائله وما عندهاش مع الدوره في القهاوي، وداكشي اللي بغيت. وما بقاتش كتحشم اخويا جريواتك، والله نهار جيب اخونا حطها قدام الباب بحال حنا كاع ما كاينين. شوفي تخاويش حبك معاك وما جايين ونزوجك انايا ونديك. وهداك العتروس اللي كان طايحه معاه صافي ركلاتو. تشمر ركلاتو ولا نطحاتو؟ واس راه البارح كانوا قصارين هي وياه، انت راك عارف راه ما تسمحش فيا هذاك اصاحبي. انا ودي ما مخا خطري ما مرتاحش ديك السيده. انا ما عاقله على والو، ما عاقله على والو. صافا بنتي صافا بنتي. ولكن الحاج اش من حق جريتي عليه؟ انت وليتي كتهضر على الحق، ما بقيتي صالح لوالو، علاش دريت عليك؟ سير بحالك. واش كدوي منيتك اولدي؟ علاش عما نكذب عليك؟ غدا ان شاء الله ديري مال عدول باش يكتب لينا اللاك، ومنها ندوز عند النوطير ونتكاتبوا على الدار ان شاء الله. واش نقول لكم؟ حياتي صافي وجدتي لي لافاليز كلشي واش؟ لا لا يخطك ليا حبيبتي. عاوتاني غادي تمشي لكازا وتخليني بوحدي؟ اش غندير حبيبتي؟ نخدمها هي هادي ضروري، خاصني نشوف الامور ديال الشركه كيفاش هذا. غير هي هاد المره هادي ما تعطرش بحال المره اللي فاتت، من با 5 جو ان شاء الله وانا معاك. ديما كتقول لي بحال هكا وكتبقى تنسى راسك مع الخدمه. يا قلت لي هاد السيمانه غادي نسافروا. ايوا لا لا مازال عند الوعد ديالي، غير نسالي خدمه ان شاء الله نجي ونديك صافي. صافي غير هو قبل ما تجي علمني باش كان واش لك شي وقت اللي كتبغي وقد كلشي. صافي كوني هانيه هكاك، خلي الابتسام وخلي الشميشة تدخل هكا نبغيك. يلا يلا الزين ديالي، ما حتاج نوصيك، احتاجيتي اي حاجه صوني عليا وتهلا لي فراسك. ليك وحتى انت تهلا فراسك وتبل راسك. ما كدك فيا. يلا باي باي. ما سولتينيش علاش دوزتك من لهنايا؟ علاش اسيدي؟ شتيك بحال هاد الفيلا، خصنا هيك بحال هاد الفيلا انا وياك، هذا هو الحلم ديالي. الصراحة ما كرهتش نسكن هنايا. نبداو بالكرا بعدا، شتي ضحكنا معاك وبغيتي فيلا قالك، ولكن تستاهلي فيلا. ياك فعلا، مالك؟ هاد التيليفون. شكون معيط ليك؟ هي الوزارة، الوزارة أنا جاي أنا جاي. ألو؟ ألو حياتي، فينك؟ لقيتيني مع واحد الكليان، مالك ياك لاباس؟ والو لاباس حياتي، غير توحشتك وبغيت نشوفك. هي خونا طلع لكازا؟ بحال لا علمك الله، لقيتها هي لا خرج مشى للخدمة دابا. إوا صافي أنا نبدل لها حوايجي ديال الخدمة ونجي عندك دابا. إوا ما تعطلش، والله يجيبك على خير. آمين حياتي. واش تك فرحان اسيدي؟ مالك كنتي كتهضر؟ هذا واحد صاحبي خدام في وزارة ديال التشغيل، عرفتي امتى وانا موصي على واحد الخدمة؟ اليوم عيط ليا قال لي اجي طلب زهرك، انا نمشي عنده ان شاء الله للقهوة، وقال لي اجي دابا نمشي عنده. شوفي كاع داكشي تتحلمي به غادي نحققوا الفيلا الطونوبيل لا سبالماس هاو ادعي معايا. بصح اه ممكن كذب، انا عمري كذبت عليك؟ لا ها لا عمر كذبت عليك. شنو دابا الدعي ماشي دعي وزوينه؟ تعرف الوسط باش ما كتسنى. يلا باي باي. وسخيتش بيك الله يسخيك. سي يا ربي تسهل عليه وتعطي على قد نيته. صدق الله العظيم بنيتي، الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب ودار لك بنيتي هذا الشيء. يا ربي تاخذ فيه الحق يا ربي، دعوه به لله اللي ما يساوي لنا يا ربي، كما دار فينا هذا الحال الله ياخذ فيه الحق يا ربي. يا ربي بنيتي وشنو الوريده بنت تبقى عاطيها الناس ما تنوضش تعاونها على الزمان؟
غير صبر اوليدي، راك عارف حال اختك، ما عندنا ما نديرو. ورا صبرتي دبر على الواليده 3 شهور وانا خدام بوحدي بحال البغل ديال البلديه، ولا جينا نهضروا على الحاله حالتي راه اكثر من حالتها. عارفك اوليدي باللي هز الحمل ثقيل، وان شاء الله دابا يفرج الله. الله يفرج. اسم محمد اسم محمد، ما سمعتيش شكون اللي كيعيط عليك؟ خلي مولي بغى يعيط يعيط. ونوض اوليدي، ما تخليش بنادم كيعيط عليك حشومه. والله استغفر الله العظيم يا ربي. اسم محمد الجوكر، واش بغى شي عاوتاني؟ واه بطا صاحبي، راني جايب لك واحد مولاتي خبار دايزلك له. وتسنى انا هاب. ومالك عاوتاني يا مسخوط الوليد، واش بغى شي عاوتاني؟ لا كصاحبي ديما معبس، ضحك صاحبي وضحك للدنيا، ضحك لك راه جايب لك واحد مولاتي خبار تعطي عليها فلوس صحيحه، والله ما تلقى اخي جريوه بالله. وانا راه عارف دوك الخبارات الملاوطين ديالك. جريوه صاحبي، هادي رنيتك هاد المره والله تيعجبك الحال. يلاه سيدي سمعنا هاد الخبار ديالك. شتي جريوه دابا عجبتيني درتي نيتك، ولكن اخي هاد الحومه عندكم ماشي ديال الهضره. يلاه خلينا نعوجوا البلاصه ونقول لك. مشينا؟ يلاه. سي عثمان، واش خاطر خاطرك؟ لاباس. لا ما عندك من تخاف، امورك مضبوطه تبارك الله عليك. غير حاجه وحده، الكليه ديال لاله غي تخرجت. لاله غي جات لها في الصباح وخداتها. مزيان، برافو برافو عليك، باش تعجبني شغل كنقي. الله يحفظك لك، تخرجك عارف خدمتي كيفاش دايره، كلشي كيشكرها وكنخدموا من نيتنا. تبارك الله عليك. حاجه وحده، السيمانه الجايه انا ما كاينش، ياك غنسافر انا والمدام ان شاء الله، ندوزو شي حاجه على برا. غير هو بغيتك اخويا ان شاء الله انت توقف لي على الكوموند بنفسك ديال الشرطه. حسب راسك راه كاين هنا والخدمه غنخدمها من نيتي بحال راه كاين، راك عارفني كيفاش كنخدم، عارفك عارف كلشي. لا سومي البروشين يبغيها ان شاء الله. مرحبا على الراس والعين. ما تعطيهاش حتى لديك السيد اخويا تيحشم لي بينه وبينه. لا كون هاني انا غادي لافير بيدي، انا غنوقف على كون هاني. تبارك الله. الله يحفظك. ها انت شوف هذيك راه يجي لي واحد السيد في العشيه. ذاك الكولي. يجي لي واحد السيد في العشيه عطيها له. صافي كون انا مشيت. صافي. يلاه الله يحفظك، يلاه تهلا في راسك. بون فواياج. ما نحتاجش نوصيك. لا كون هاني. اي حاجه بغيتي صوني عليا. صافي اي حاجه. الله يحفظك، شكرا. نبداو بها. اوكي. نبداو بذاك الكولي اللي قال هذا. حمزه خليتي راه جاتك العاصف. واخا انا جاي دابا انا خارج. توت سويت. الله دوش قال لك دوش، حنا راه مسمين علينا كندوشوا في دوارنا. دابا تا شربت العصير جا معايا. شتي غير هاد العصير هذا غادي نوليو نشربوه انا وياك في المالديف. ياك سيده وقول لي انا راه مليت من هاد العيشه، راه جالسه معاه غير نسل. شوفي نقول لك واحد القضيه، حنا ما بقى لينا والو غير زيدي صبري شويه. انت شوفي نحققوا لوبجيكتيف ديالنا المشروع والدار والطوموبيل ومن بعد ننفضوا صافي. وراني صابره قد هاد الصبر، ما شتيش جالسه مع واحد ما كنبغيش في دار وحده. عارف واش دابا انايا بالنسبه ليا نشوف واحد البنت كنبغيها مع راجل اخر راه صعيبه عليا بزاف، ولكن راه الله اللي عالم بيا. باينه ما عجبكش الحال. شرب المره الجايه بقيت جيبي لي كاس غليظ، هذا راه رقيق، هذا راه دغيا تيسالي. ديال المحلا باش. عرفتي انا راجلي مالال، والله ما كنسافر غير انا وياك. شوف ما بقى والو، صبري شويه. عرفتي دابا شنو تيدور ليا في راسي؟ ديك الفلوس كامل اللي غادي نصور من الدمدومه النص ديالهم غادي نشدهم غادي نبلوكيهم، تيبقاو عندي تا من بعد نقول لك شنو نديرو ليهم. ديك النص الاخر طيارات، اش منك يا تركيا، اش منك يا قولي انت قولي انت. انا هي اللي كنعرف. شنو سالتي؟ فين جا جابي؟ فين كان؟ مشاو لها.
شاو شوفي كاع داكشي اللي فيه لاص 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 فينها لاص ايوا ما يخلي لنا الدمدومه. واش انت مقتنع بهاد الجويه؟ اكيد الواد مقتنع، هو حنا عطينا كلمه للناس عاد كتقول لي مقتنع. انا ودي ما مخافطري ما مرتاحش ديك السيده. الواد السيده ضريبه وبنت عائله وراك شفتيهم وزيدونا الوالد، انت اللي كنت مبرزطني باش نكمل دينا. ايه انا كنت مبرزط ولكن كنت باغي شي واحد اللي يستاهلك وتقدرك. واش غنقول لك؟ انت راك بحال خويا وما بغيتش لك شي حاجه اللي خايبه، غير هو الزواج هذا بنتي لي بحال زربتي. صبرتي يا صاحبي غير تتعرف على البنت. دخت واقع يا اخي علاش ما ندخ جري واش ديك الدار وهي بين ساكنه بنت الحاج. ويلي واش كون باقا ما خونا في الدار صافي. راه نقول لك راه قبل ما نجي عندك بشويه غادي ندخليه وعلى حساب الروشيرش اللي درت باللي مسكين الفيكتيم ما يخدم في كازا تيبقى لها يدير فراغ فهمتي الوقت خاوي راك عارف بنت الحاج مسكينه ما عزيزش عليها تبقى راسها وكتجيب لها تيريس كيونسها تيونسها. واش غيكونوا تيديروا في الدار دابا؟ شنو غيكونوا كيديروا؟ ونسيت ما قلتش لك خونا راه عنده الدبلوم ديال شيف كويزيني تيعلم تصايب شباكيه. مالك مريض اجري هو صاحبي كنقول لك خايشي راه مزوج ومدخل الراجل وكتقول لي اش كيديروا؟ فيق معايا شويه صاحبي. وفي الصراحه احسن بلان درتيه هو هذا. ما تخلينيش نبقى نتخزز عليك اصاحبي وعدتك بلا نجيب لك افير مغيزه تنتقم بها من الحاج ودابا مابقاش غتنتقم من الحاج بوحدو وجي غدير الخير حتى في الفيكتيم تفيقوا من القلب مسكين راك شتي دايز عليه الدكاكه. ياك اخاي شوكا ومالك؟ المهم اخاي راسيت لك التيران وعارف كيفاش تلعب. وشنو غنديرو دابا خاي شوكا؟ انت كيفاش غنديرو جريو بنتي ليا ضربنا راه فير كامله في الزيرو. اول حاجه غنديرو غنطريطو واش ما تشوفناش راك عارف الدنيا هنايا شويه محضيه غنمشيو نتركنو لها في شي بلاصه. هي انا حيد سير الشيخ يا عثمان علاش كنت كنقول لك ما تزربش؟ ما كانش كيسحب ليا اخي ياسين بناني مع 10 مع الدياب وصاحبي هو اخر واحد كنتسنى غادي يخونني والبنت متلات عليا مزيان بنت الحرام عرفت شنو كدير عمري حسيت بها بانها كتغدرني ومع من؟ مع صاحبي اقرب الناس ليا. شوف اخي عثمان دابا الكبار 100 خساره وخلينا نفكروا في شي حل نديرو. كون غير سمعت الهضره ديال الوالد من قال ليا ديك البنت ما غاديش تصلح لك ولكن ديك الديب ديال صاحبي هو اللي نور ليا الطريق. وعثمان راه المشكله ماشي في صاحبك، المشكله في ديك خيتي يا صاحبي اللي كاتب لها الدار. اما راه دابا نمشيو نعتقلهم ويغرقوا حبس ولكن صاحبي غتخرج دوز المده ديالها وغتخرج شنو غادي تلقى؟ غتلقى الدار غتصرف لك عليها وانت ما عندك حتى شي حق فيها. دابا شنو غنديرو اخويا ياسين؟ اش غدير اخي عثمان؟ غتعيط ليا دابا وغتقول ليا بلي راك جاي للدار وما غتباتش في كازا وانا غادي نقاد لك الامور كامله غير هو مسح لي دوك الدموع صاحبي وتبت لي راسك راك راجل. واخا خويا ياسين ايش ندير منك نعمر منك جوج مخاده وليدي يا باكو ضارب عليا الدوريجين نعرف الزلط. اجي تليفون كشي صوني مافي. ايه هي عندها مافي انت شنو عندك؟ الو حياة وي بيبي صافا عليك؟ الحمد لله كي وصلت انت هنا؟ اودي غير سكتي بقيتي نرجع للدار على ودك. رجع للدار على ودي؟ وعلاش؟ كيفاش علاش؟ هي كنتي قلتي لي بانك باغا تسافري ايوا لا لا انا كلفت سوفيا باش يقابل لا سوسيتي بيد ما ناخذ شي سيجور ان شاء الله انا وياك نبدلو منها الروتين ومنها نرتاحو انا وياك. وصافي حياتي ميرسي ملي فكرتي فيا باش نسافروا. المهم حياتي انا غادي نقطع دابا راني صايك. ايوا صافي رد بالك مع الطريق يلا سلام. برافو عليك دابا اخي عثمان اش غادي تمشي للدار بحال ما كاين حتى شي حاجه نتلع عليها بالطريقه ديالي فهمتيني ما تخليها تحس بحتى شي حاجه وانا غادي نفكر فشي قالب اللي نردو لك به رزقك. غير هو تبت ليا راسك مزيان وديك الساعه ملي نردو لك رزقك نطيحوها في الشبكه كيف بغينا. صافي واخا خويا. ولكن اخويا عثمان نبغيك تصرف بطبيعتك حيت راه ما خاصها تحس بوالو. ندير اللي بجهدي اخويا ان شاء الله. مزيان دابا اش كتسنى؟ غتمشي لعند الدار تجبد ليا راسك مزيان صافي؟ اي حاجه بيناتكم تيلي صافي ان شاء الله كون هاني.
كيف دايره؟ السلام عليكم. السلام عليكم. كي دايره وليدي؟ لاباس؟ صحه مزيان. لاباس اولي. كيف حالك شويه؟ الحمد لله. شنو اللي وقع؟ بغيت اوليدي غير نسولك على جلال. اه شتا وليدي غبر غير راه كوز هاد مارتو خير. خطبات لي الوالد ديالو راه دابا فاكونس مارشي. ياك اوليدي؟ اه مهمتش. ياك هذا هو كان بغيها وجا خطبها والجيران والعائله ياك اوليدي. داك الشيء اخاتي اللي وقع للدنيا مسكينه راه ويا الخاطرها داكشي ديال الله وراه الدراري خاص الدراري شدان والهضره بزاف راه كيعارفها ايوا رجع في الله ما دارش على وجه الله شديره مهمتش وهذا اللي قدر الله آه اللهم لك الحمد وبسلامه ولدي ايه بسلامه مهمتش خليتك الراحه وصافي حتى انت بلا ما تبقى مقلق واش دابا ماشي من حقي انا نتقلق انا مخلي خدمتي ومخلي شغالاتي كاملين وجاي عندك في الاخر تقول لي اه جاني ابيل راجع راجلي علاش معيط عليه في الاول والله الا حتى انا كنت باغا ندوزو هاد لي 3 جوغ انصومبل لاني انت كتشوف ما كتبش والله جا نشوف تباكو شو مسكين كاع بغا يقول لي جلس شوف نقول لك ركزي لي دابا على الاهم اللي هو الطوموبيل ياخذ لك شي طوموبيل باش ديك الساعه نقداو لي زافير ديالنا مزيان صافي كون هاني ما تخافش يا انا مشيت وبلاتي نوصل لا لا شوف يخليك هذا هزيه هزي حطيه عندك اشتو ناس كاع انا مشيتي لبايا يلا بسلامه بين عندنا التليفون يلا صافي اصاحبي قلت لك 4000 اش خرج لنا مشي من هنا غنمشيو عند عزيز والقوطي والله ما تخاف على حساب اش دري واد دير نيتك صح ضريتيني في راسي اخاي الجوكر وفكرنا انه بزاف اخويا ياك اخاي نتوما نعرف شي قرش فيكم الخير اخاي جريو طريط جري ورا والطباخ خارج من الدار والله ما كذبتش يا بالله وعندك الحق وفين يكون غادي دابا شكون عرف اش دري هو صاحبي المهم انا غنمشي فحال هادشي طراسيت لك التيران ولا كيبغي يمشي ان شاء الله اجي ما تقول الشرط ضحك شوف تخليني برك عارف صبر باقي محسوب على الحاج راه غادي نتعطل صافي واعل سبيت دغ ديرنا فلاك سير اسيدي الله يسخر غير هو بغيتك تدبر لي النمره ديال الفيكتيم النمره ديال الفيكتيم الفيكتيم قايته دبدو بغا يفاري لا دبدو بغا يولي فارطنا اخويا خافش اصاحبي دبدو ضربوا لحسابي حافظ لي المود باس جوج كيكات يقادو يدي زاكتيفي يعطينا كلشي بوه يعطي لينا مشى التليفون ايه الجوكر اصاحبي يلا سير الله يسخر يلا شوف تريط لي تريط لي هنايا ما تخممش انا جاري معاه البدا ديالي غني جيت على سلامتك الله يسلمك حبيبتي صافا الحمد لله انتي مزيان الحمد لله اجي بعدا كيفاش لقيتك اليوم في الدار ايوا راني تسقرت بالتاكسيات والله ما كانت شي طوموبيل صغيره نبقى نسخر بها ولا خصك للدار شي حاجه عاوتاني تقيدي لي ديك اللوجيه ديال الصغوبيشه وكذا شوفي هاد المود نهضروا فيه من بعد جيب لي شي حاجه نشربها راني في المود ديال العطش وفين تبانيز خليتها في الطوموبيل داك نصاوب الكاسه اه هيكون مزيان يلا شكرا خويا عثمان كي غادا الامور عندك الصراحه اخي ياسين كنحاول ندير اللي بجهدي باش ما نبينش ليها والسيده غا ما زايده فيه ما قداش الدار بغات الطوموبيل طوموبيل كيفاش بغات الطوموبيل قالت لك سيدي تقهرات بالطاكسيات وبغات الطوموبيل عرفتي شنو طاح ليا واحد البلان ميكتو واللي هو خويا شوف دابا ما غادي نقول لك حتى شي حاجه حاجه واحده اللي غادي ديرها هو انك غادي تقول لها يلاه نشري لك الطوموبيل وجيبها لعندي البلاصه اللي نصيفط لك في اللوكاليزاسيون صافي اخويا لا مولانا صيفط لي انت اللوكاليزاسيون يلاه اخويا تبت لي راسك صافي اخويا كون هان هاك راسك شكرا ما كنتي كتهضر كنت كنهضر مع واحد صاحبي سمسار كيبيع وشي في الطوموبيلات سولته على شي طوموبيل قال لي اجي وتشوف صح ليا ليا ولمن يلا حبيبتي سيري وجدي راسك باش ما نتعطلوش عليك دابا واليوم ابت الحاج عير بيا ولا بيك
وعلى السلام عليكم. اهلا اهلا بسي عثمان ومرحبا زاد من فرنك واش الغبور؟ الله يلا غير مع الوقت اخويا وصافي. ايوا الساعات ولا اخي عثمان ودخلوا تفضلوا مرحبا بكم. ايوا سي عثمان قول لي باقا بعدا الخدمه في كازا؟ اياه يرضي عليك مازال تما. ايوا مزيان اسي. المهم نقدم لك امينه مراتي. متشرفين. باش ما نطولش عليك اليوم جيت ناخذ شي طوموبيل للمدام ديالي تكون زوينه وراك عارف وتكون على قد الحال. مرحبا الطوموبيل ديالك موجوده مدام. غير هو سي عثمان قبل ما نوريكم الطوموبيل عندي لك واحد مولاتي هوته دايزها الكلام وانا عارفك انت ما كتزكتش بحال الهوته. اش من هوته هذه كتهضر عليها؟ كاينه واحد مولاتي فيلا دايزها الكلام فيها تقريبا شي 500 متر ما بين 500 و600 متر وغير ب 250 مليون. كيفاش؟ وكيف سمعتي يا سيدي ومولاتها بيعها بفراشه اصلا السيده غير مزروبه على الفلوس حيت باغا تخرج من البلاد. سي دوماج اخي ياسين يلا لقيتينا شرينا واحد البرطمه كون جاتني هاد الفرصه قبل ما غنزقلهاش راك عارفني. ايوا في الصراحه والله ما كرهتها لكم. وقول لي يا سيدي يمكن لينا نمشيو نشوفوها؟ طبيعه الحال يمكن لكم تشوفوها. علاش انت بغيتي تشوفيها؟ ومالنا حنا خاسرين شي حاجه اللي ماشي غيتنزل. معقوله؟ لا لا المهم نتوما سبقوا لي لتحت وانا غادي نتبعكم. مرحبا. الو فاطمه عم درا شنو درتي؟ صافي كون هاني يلا لقيتيني دابا وصلت علال على كلشي. صافي مزيان تبارك الله عليك. وفينك انت بعدا؟ لا انا كاين في الوكاله ديال الدري صاحبي وامره معايا انا نجي للفيلا دابا. اوكي حياتي كون هاني يلا بيزو يلا ردي لبراسك. سلام. حبيب القلب يا حبيبي يا غالي يا شغل بالي ما القلب تقاس علي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. علال وليتي مطريب ولا شنو؟ واش غدير اخي ياسين؟ كنقتل المال شويه وصافي. ايوا مزيان اسيدي وقول لي مدام فاطمه الزهراء كاينه لداخل؟ لا لقيتها يلا خرجت دابا مشات للمطار راك عارف تقضي شي مسائل. علاش فيك لاباس؟ لا والو باس غير الناس جبتهم معايا بغاو يشوفوا الدار. الله عاود السياسي تفضل انت والناس اللي معاك. الدار دارك اخي ياسين وايري. الله يحفظك ليا با علال راني عارف اللي كاين. صدق لي هاد لافير ان شاء الله فيك. يلا سي راك تما. تفضلوا. تبارك الله ما شاء الله كان عندي فلوس خي ياسين والله ما نخليها. ويلي اخي عثمان راني عارفك مزيان انت كاع ما كتزقل في هاد الهوتات هذا. حتى دابا الا بغيتي ناخذوها ناخذوها فين كاين المشكل؟ واش انت من نيتك فين هما الفلوس باش ناخذوها؟ سهله حبيبه غادي نبيعوا الدار ديالنا. واخا لا احنا بغينا نبيعوا الدار. السيد قلنا بان مول الدار مزروبه على الفلوس والدار باش نبيعوها خاصها وقت. اسيدي الدار غادي نبيعوها لبابا اليوم غادي ياخذها من عندنا وحنا حلينا المشكل. لا هي في الصراحه مزروبه على الفلوس هادشي اللي كاين. ايوا ملي هكا الا بغى يشريها من عندنا ب 150 مليون 100 مليون ضربيها على حسابي. اسيدي بابا ضربو غير على حسابي ولينا عندي واحد الشرط. بدينا ثاني بشروط اما هو هذا الشرط كيف ما الدار كاتبها ليا بسميتي حتى الفيلا تكتب ليا بسميتي. شيغي اكيد كيما كتبتك الدار نكتب لك الفيلا المهم نكونوا انا وياك. خليك ليا نور عينيا. سيدي امتى يمكن لينا نشوفوا مول الدار باش نتفاهموا معاها؟ واش غنقول لك على حسب ما قال السيكوريتي هي دابا في المطار غالبا في العشيه تكون هنايا. قول لي يا سيدي واش يمكن لينا ندخلوا نشوفوا الفيلا؟ الله اودي وخذي راحتك. ربي يخليك يا سيدي. حبيبه يلا ندخلوا نشوفوا الفيلا. لا حبيبه غير سيري دخلي انا نبقى مع السياسين هنايا غير ما تعطلاش باش يلاقوا مع باك الغرض. لا ما تخافش غير سبقوني نتوما. ياك تبارك الله عليك ابا ياسين. البلانكي غادي؟ لا ما عندي ما نسالك. شوف مازال ما شتي والو ان شاء الله فلوسك غيرجعوا وبزايد يعني. ان شاء الله الله يحفظك. انت قلتي لها 150 مليون. كاين. ما شاء الله. وفيلا واش من فيلا. ايوا هاد الخبر معايا الفيلا شحال الحبيبه ديالي. الو لاباس عرفتي جبت لك واحد لا نوفيل ما تثقش. كيفاش كنخربك قطع قطع انا نوريك انا عيط لك ابل فيديو نوريك علاش قاده يلا
أرو سكيلطة ديالي وفين؟ وايلا توحشيني أنا المشي غا توحشك أنا راك تبان ليا في التفصيل ديال المرقة يلا قطع طريق موي انت تبت لي راسك إن شاء الله ما يكون غير الخير أخي عتمان إن شاء الله علال راك عاجبني بقى هكا فهمتي شوف أهم حاجة هو نرجعو فلوسك ديك الساعة ما يكون غير الخير هذاك الشيء اللي بغيتها المهم دابا هي جاية حيد هي ديك الغوباشة وابتسم شوية اه بس يا علالة الحليمة ديالي عجبتك الجنة ما شاء الله كتحمق فنة 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 اه واش هي عجبتها الفيلا وانت؟ لا عجبتها هي اكيد تعجبني انا ياك صافي اقتنعتو بها 100% ما فيهاش سي علالة شوف اي سمسار جا ما تخليهش يدخل الدار تباعت الله ودي السياسيين هذا باش تعرف واحد الحاجة راجل السماسرية على الجاج ولكن كنصدرو معلقة قبلك باش تعرف راسك عزيز انا عارف اسي عزيز انت عمرتي حتى عطيك التصبيق ديال السمسيره انا باقي ماشي والله فيا الله باقي ماشي هاد والو غنعطيك التصبيق ديالك الله يحفظك ليا شكرا ان شاء الله ليا فراسك وان شاء الله مازال الخير قدام راك تما خيا يلا سي عثمان كاين فين يلا يلا نوصلوك معانا لا لا شوف انا مازال تابعني شي مسائل خصني نقضيها في الطريق انت سير بعدا عند دبوات البنت وقضيو اموركم وديك الساعه في القهوه ونتلاقاو في العشيه واخا ان شاء الله سلام تحياتي إيه مني هكا ماشي مشكل ولكن انا بعد لكم الدار 120 مليون وانتم طلبتوا لي 150 مليون ماشي بزاف إيه بابا هادشي عارفين غير هو ديك 30 مليون حتى بلا بحال اللي سلفتيها لينا واصلا عثمان غادي يكتب لي الفيلا بسميت واش نقول لك ابنتي والله الا حشمتيني ما خليتي لي ما نقول ولكن الفلوس انا نعطيها لك دابا والمكاتبه تنكون مسالي ان شاء الله ونمشي نتكاتبوا صافي عندك راه ما تعطي الفلوس وما تبغي الدار نكرك واسي عثمان هذا راه بنتي وعجينتي يدي ولكن مع البراني راه ما ترحموش اما انا راه عارف انا شنو شنسوا نبغي نجيب لكم فلوس باش ما تزعطش شتى قلت لك بابا ضرب على حسابي صراحه باباك تري جونتي الله يساليك الله يغفر لنا الله تقولي الحاج عنده جرده ديال بيبينيا الحاج عديلي حيدي حيدي انا شي نعاود نصوني لك يا مول حبيبتي غنمشيو نحطو فلوس في الطوموبيل باش في العشيه ان شاء الله نشقى على 100 مليون ونمشيو نتفاهمو مع السيده داكوغ هو ما خفتيش زعما تخلي الفلوس في الطوموبيل اليز لا لا ما كاينش مناش تخاف اصلا الطوموبيل فيها كاميرات وما كاينش اللي غادي يزعم ايوا صافي داكوغ غنمشي دابا نوصلك ان شاء الله ونمشي نوقف على واحد السيد هذه هي وقيتها كنسالو شي فلوس ما غاديش نتفاك معاه صافي يلا مشينا الله يعاون كيفاش ملايين وباريزه الغلاف اللي واحد السلام عليكم على سلامتك مالك راه تعطيه لا صح خويا شنو غنقول لك هذاك باها ما كيتقاداش من الهضره هو اللي عطلني اه ودابا شنو درتو معاه في البلان صافي اخويا يكون هاني البلان تقدا والفلوس راهو ما عندي في الطوموبيل مزيان دابا غادي كلشي كيف ما خططنا عليه حاجه واحده اللي بقات هي نغرقوا دوك جوج مور الكريه ولكن بشكل قانوني ولكن كنديروا ليها اخويا عرفتي شنو خلي الامور غاده فحالك كيفاش اخويا ما فهمتش شوف ما عندك ما تفهم دابا دير غير داكشي اللي كنقول لك واش ما كتثقش فيا الله يا ودي اخويا انا كنثق فيك مليون في المئه عرفتي شنو غدير دابا غتمشي لعندها وغتقول ليها اللي قال لي السمسار خصنا نمشيو عند السيده في العشيه باش نتفاهموا معها على الدار هي الاولى اخي هو عنده واحد المشكل بقيه ديال الفلوس مازال ما كملتهمش انت كتخربق عليا صاحبي راه اصلا ما غاديش نحتاجوا للفلوس نهائيا انت كيفاش اخويا ما فهمتش واش تمسطي ولا ما صاحبي والفلوس راه ما غيتجبدوش اصاحبي واش باغي تشري فيلا بالصحراء ديال نسابي مسخور هذا عاش غدير دابا غتمشي لعندها وغتقول لها بلي السمسار راني مشيت لعندو وصبقت ليه شيك ديال 50 مليون وقال لي بلي خصك تجي لعندنا دابا للدار باش ديك الساعه نرجعوا البقيه تبقى عليا صافي اخويا كون هان انا نمشي دابا باش ما تعطلش الو فاطمه وصافي يا سي كون هاني صافي انا ماشي مكلخ راه فهمتك اجي بعدا شنو قلتي لداركم على الفيلا غير تهنا راه كانوا غايجيو ملي قلت لهم راه ياسين عاود على صحابو اليوم بلي قالوا لي صافي خليه ياخذ راحته في الدار غدا عاد غايجي مزيان وان شاء الله اليوم غيسير هذا الفيلم ديال عثمان
الصراحه بقى فيا والله مسكين ما عنده زهر. اودي كون تشوفي الصبر اللي عطاه الله غتقولي هذا انسان ماشي طبيعي. كاين شي وحدين كيطيحوا في نفس المواقف كيسقوا قاتلين وغارقين حباسات. وانت قلتيها تيولي في لفه هو اللي ضايع وغارق حياته في الحبس. ردات الفعل اللي دار عثمان ديال الناس اللي بعقالها ياسين صافي حصلتي مرتك كتخونسي داك راري وصافي فين تربى وزيدوه كيسا هي ما ورا راجل الف وحده تمناه. ايه والله يدير شي تاويل ديال الخير. امين يا ربي. اجي بعدا قضيه ديال بنت مي الزاهيه فين وصلات؟ واش غنقول لك المجرمين اللي وصلوا لديك الحاله راه ما غارقين حبس. اما بالنسبه لبنت مي الزاهيه ما لقيتش الوقيته باش ندوز لعندها مع هادشي ديال عثمان تنسالو ديك الساعه نشوف. ايه والله يصابو صافي اما بقى ما يجب. امين. السلام عليكم. وعليكم السلام. مزيان هيا مزيان الله يبارك فيك. عندك السي ياسين ما باش لك؟ راه من قبيله هو كيتسناك هو ولا لا فاطمه الزهراء. زيد تفضل. الله يحفظك. شوف الوراق كاملين جمع من الدوسي واحد عند فتاح دونك نجمع لك فما جايين. على السلامة مالكم على التعطيلة؟ اش نقول لك اسمح لينا اخي ياسين راه غير مع الزحام والطريق يلا وصلنا دابا. ما علينا سيدي المهم السيدة راني دويت معاها وان شاء الله الفيلا راه ديالكم واخا هي راه ديجا دويت مع واحد السمسار وكنت معاه ولا تقاد معاه الامور ولكن راني زيرتها مزيان وعطيتها الشكل اللي عطيتيني. ايوا الحمد لله. شكرا اخي ياسين الله يكبر بك. لا صاحبي ما تقولش بحال هكا انت راك خويا ودخلوا تفضلوا راه السيده كتسنى وحدي دخلوا. تفضلوا تفضلوا مرحبا بكم. مرحبا بك جنة. مرحبا. مرحبا بكم. الله يحفظك. تفضل سلام صافا. اهلا. تفضلي تفضلي سيدي مرحبا بك. تشربوا شي حاجه؟ لا لا بلا ما تدبي راسك جينا حنا غير نقضيو الغرض وغادي نمشيو. مرحبا اللي بغيتو لاله فاطمه الزهراء اللي نطولو ونقصرو هادو هما الناس اللي غادي يشريهم عندك الدار ان شاء الله. مرحبا بهم الصراحه والله ما سخيت بهاد الفيلا حيت كنشم فارح جدودي ولكن ما عندي ما ندير راجلي في فرنسا واصلا ما تنجيبش ليها بزاف داكشي علاش قررت نبيعها وبفلوس ندير شي بروجي في فرنسا حدا راجلي ني. شوف لاله الدار دارك وقت ما بغيتي تجي تجلسي فيها مرحبا بك ما يحيد لك حتى واحد. مرحبا بك جنة حبيبتي اللي لا يخطيك. المهم لاله ندخلوا في الموضوع واش يمكن لنا نشوفوا الاوراق ديال الدار باش اليوم ولا غدا نتكاتبوا ونكملوا لك الامل ديالك. علاش السياسين ما قلتي لهم والو؟ الصراحه لاله ما بغيت نقول لهم والو حتى تكوني انت حاضره معنا. ياك لاباس السياسين اش كاين؟ لا والو باس استعتمام. شوف مدام فاطمه الزهراء ملي مشات للمطار الصباح وصلوا كاع الباليزات بالنسبه للوراق ما وصلوهاش قالوا لها حتى السيمانه الجايه ان شاء الله. اها ودابا شنو المعمول؟ الصراحه ما كاينش شي حل اخر من غير انكم تسنوا حتى السيمانه الجايه بحال هذا النهار وبالنسبه للدارها ديالكم ما غيحيدها لكم حتى واحد. ايوا واش غنقول لك لاله كل خيره فيها خيره. شوف السي عثمان ما عليكم غير بالصبر اما الدار راه ما غاديش تلقاوه في حاله وبالنسبه للسيمانه راه دغيا غدوز. اما بالنسبه للشكل اللي عطيتينا السي عثمان راني عطيته لاله فاطمه الزهراء كعربون وراه كلشي واضح وباين. ايوا لهلا يحشمنا المهم مدام فاطمه الزهراء حنا نخليوك دابا. لا كتجوج تشربوا شي حاجه باقي الحال. لا غير خليتها المره اخرى ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. يلا حبيبه سلامة باي باي فرصه سعيده. شكرا. او السي ياسين يوصل لكم الباب. شكرا. سلامة سيدي مالك. تفضلوا. المهم السي عثمان الامور راه كامله مضبوطه وكلشي تمام. شوف اخي ياسين عمري غادي ننسى الوقفه ديالك معايا شكرا بزاف. وانت راك خويا صاحبي هادي هادي في بالك ديما غير هو راك عارف دابا مدام فاطمه الزهراء عندها غير 50 مليون عربون باقي لك 200 مليون وباقي لك غير سيمانه. اخويا 150 مليون هاد الطوموبيل غتبقى 50 مليون غنشوف الوالد يسلفها لي. اصلا انا ما نخافش عليك غير هو كاينه واحد الحاجه اخي عثمان نقولها لك وما ديرهاش مني قلت الصواب. ما هي راك عارف اخويا التصمصيره ديالي وهاد الهوت هذا راه ما يجيبك حتى شي واحد. شوف اخويا
انا غادي نتهلا فيك مزيان، غنفرح المدام ديالي وديك الساعه كلشي ديالك ان شاء الله. غتفرح المدام ديالك وانت غادي تفرح سيدي. المهم كتعرف الباب فين كاين؟ صافي كون صافي سير اخويا، وانا راه باقي غادي نمشي عندها على ود شي امور بيناتنا. صافي الله يسخر الامور. الله يحفظك تحياتي. شيري صافي مقتنع بالفيلا؟ عجبتني بزاف والله، ميرسي بوكو. ساهلي الله يا ودي، غير هي واحد الحاجه خصك تعرفيها. شناهي؟ ما بقى لا تسافر لا والو. ياك وعدتيني غادي نسافر انا وياك. عاوتاني تغوبتي عليا، شنو تسمعي السيد قال 50 مليون خاصنا نوجدوا هذه السيمانه، والسيمانه دغيا كطير. بغيتي الفيلا ولا لا؟ صافي بغيتها دابا بناتنا العرس. يلا طلعي سيدي. السلام عليكم. بسلامه سيدي. بسلامه. يلا لا لا على سلامتك. علاش انت ما غاديش تهبط؟ لا لا انا يلا نشد الطريق لكازا باش ما نوصلش معطل. ايوا ملي هكاك شي مشكل. يلا تهلا ليك بال راسك. لا كوني هكا. الو السلام عليكم. وي خويا شكون معايا؟ خويا انا راه فاعل الخير. كيفاش فاعل الخير؟ وقع لا خويا راك غلط في النمره. وما غلط والو اخويا، ياك انت هو عثمان الراجل الامين. اييه هو هذا، ولكن شكون انت ومن جاتك نمرتي؟ وشوف هادشي راه ماشي مهم دابا، واجي عندي حدا المحل اللي مورا داركم ديال الحوايج وديك الساعه نفهمك كلشي. صافي سي بوار شدير خليك تما انا جاي عندك دابا. او شكون هو هذا خونا؟ السلام عليكم. خويا انت اللي صونيت عليا دابا؟ اييه السي عثمان انا اللي صونيت لك. مالك اسيدي كلاباس كتعرفني؟ انا وليت خدام مع الحاج. كنتي خدام عند الحاج؟ اييه عاد عقلت عليك، كنتي ديما كدير كرسي قدام الباب. واهو هذاك السي عثمان. واش جابك لهنا؟ ياك ما انت ولد السيكتور. لا سيدي دارنا بعيده، واللي جابني لهنا هو انت. كيفاش؟ ما فهمتش. انا لا عارفك ما غاتفهمش، وانا راهي جيت باش نوصل لك واحد الميساج، حيت بنتي ليا ود عائله واش بقى مقلوبه على القفه وصافي. ياك لاباس خلعتيني. اش كاين؟ شتي مرتك اجات خليك تخرج للخدمه وتدخل واحد السيد اللي معاشره معاه قرون هادي. كيفاش؟ لا 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 انا مرتي كتبغيني وما يمكنش دير لي شي حاجه بحال هكا. واش عندك شي دليل على هادشي ولا لا؟ ما عندي حتى شي دليل، ولا بغيتي نجيبك الدليل نجيبه لك. دوختي لي راسي يا صاحبي، انت بعدا علاش كدير هادشي كامل؟ انا السي عثمان ماشي شي انسان خايب ولا تندخل وسخ ما بين العائلات. هذوك الناس دمروني في حياتي وفي سبابهم مشات لي رجلي وما عطاوني لا تعويضات لا والو، ولا اله الا الله محمد رسول. صراحه بقيتي فيا، قول لي اش سماك الله؟ سميتي محمد. تيقولوا لي جريوه في الحوم. لو سمع السي جريوه هادشي دير معايا واحد الجيست وغادي يكون عندك بالفضل من بعد ان شاء الله. ما عند الله سبحانه وتعالى، انا عطيتك حاجه يعطيها لك الله سبحانه وتعالى. شوف غادي تمشي غادي تعصر مزيان قدام ديك الدار، ولا بالك شي واحد داخل وخارج اول حاجه دير صون عليا في هذا الرقم اللي صونيتي عليا فيه دابا. سي عثمان مرحبا. شكرا بزاف. الله يحفظك. الله يحفظك. الله يحفظك. ماما انا غادي نخرج شويه نجلس في الجرده. وتسنى يا بنيتي غنكمل الشقه نمشي معاك. لا غير خليك ماما، اصلا كنلقى راحتي بوحدي. واش غنقول لك يا بنيتي؟ سيري وما تعطليش وردي البال لراسك. واخا ماما كوني هانيه. يا ربي تحفظ لي يا بنيتي من شر الخلق يا ربي، يجيب لها ربي شي ولد الناس اللي يسترها يا سيدي يا ربي وسهل عليا. دابا خويا عثمان هاد الحاله اللي انت فيها راه ما عندها باش تنفعك، اهم حاجه بعدا هي انك رجعتي فلوسك. هادشي بالفضل ديالك انت وخويا ياسين. ما تقولش هكا اخي عثمان، اي حاجه في المستطاع نديروها معاك، راه حنا زعما ما ندوزينش قليل اولا. كاين اخويا ياسين بصراحه ماشي كاع الصحاب كيبغوك بدون مقابل. شفتي هذيك حمزه كان عزيز عليا بزاف وخانني مع من مع مراتي، جاتني قاصحه ولكن ربي كبير كاع ما غادي يخيبني. عاد تيكون جا عندي ويقول لي عطيني فلوس نعطي والله الا ما نتحاسب معاه. اش نقول لك اخويا الله ياخذ الحق. شوف
شوف اخويا عثمان، دير في بالك ان منية عم ربي ما يخيب. كاين اختي. الو الو سي عثمان. وي خويا امدرا، كاين شي جديد؟ خونا راه دخل الدار وراه هي اللي حلت لي الباب. مزيان اخويا، بقى تما انا جاي عندك دابا. مرحبا سيدي، كون هاني. امدرا طاحوا في شبكه. ومالك مصدومه صاحبي؟ صافي كيف ما رجعنا الفلوس غنغرقوهم حبس. اسمع اخويا عثمان، قبل ما تمشي انا عارفه بلي صعيبه عليك هذه اللحظه بزاف اللي غيتشد فيها صاحبك، وخصوصا البنت اللي كنتي ناوي تكمل معها حياتك، ولكن دير في بالك هادشي كامل غير امتحان ديال الصبر من عند الله، ومن بعد هادشي اكيد ربي غيجيب الفرج، حيت ما كيتسد باب حتى كيتحلو بيبان. شكرا اختي فاطمه على هاد الهضره بزاف، ونتمنى من الله يدير شي تاويل الخير. المهم انا نخليك دابا، ياسين تلقى كيتسناني. واخا خويا الله يسهلك. امين اختي. عرفتي حياتي، هاد الجلسه اللي كنجلسو هنايا نوليو نجلسو في فيلا، وداك العصير اللي كتجي ديما تشرب وتولي تشرب وحدة لا بيسير. الله، هادشي اللي كنت كنحلم به انا من شحال هادي، وقربنا نحققو كاع داكشي اللي كنا كنحلمو به. اكيد غير هو غادي تبقى عند الوالد ديالك اون فوا غادي نطلق انا وداك الدبدوبه. هاي 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 هاي، ولا قطار رومانسيات السمسار. شنو هو السمسار؟ تيقولك المثال اللي ما عنده قلبو زمان غالب. اما راكم صدومي ما فهمتو والو ياك؟ ايوا انتم غادي تفهموا دابا كلشي. عثمان تبارك الله تبارك الله تبارك الله. عثمان ما بقى سميتي عثمان، انا الدمدومه وانت حسبتك خويا ودرت منك راجل ورديتك في هذا المستوى هذا، وتخوني ومعامل مع مراتي. ياسين دير خدمتك، واخا ماشي في القانون ندير هذه الخدمه هذه، انت اللي غادي تكلم. أراني يا خويا. لا عثمان انا ما داير والو، هو اللي كلا ليا دماغي. عافاك عثمان. كيفاش عافاك وشتي حمقى؟ تقلبي عليا كلشي اللي عندك اخويا عثمان، راه هي اللي قالت لي اجي نديروا لعثمان ونديروا ليه نحيدوا ليه كلشي. هاد الهضره سيركولها ما عندي ما ندير بها. انت المره الاولى اللي جبتيها لي وقلتي لي راه بنت الناس وبلا بلا وداك الهضره، اما مخطط ليا انت وياها دابا غتمشي تغرقوا حبس. اريدك عثمان. عافاك. لا عثمان عثمان زيرتي عليا. شنو هو زيرت عليك؟ تتمشي للحبس وتشوفي الزيار ديال بصح. راه انت يديك، راه يديك بركه ما تعنفر. الخيانه صعيبه، الثمن ديالها غالي، وانت الرجوله بزاف عليك. عافاك عثمان، ندير غير بوجه العشا. عافاك. اين العشا كانت بيناتنا؟ اصلا دوز معاك غير 3 شهور، ما بقيتش كنحملكم بجوج. داوم عليا. يلاه زيدي. عافاك سيدي، والله ما داير فيها شي حاجه. راكم لا الهضره، راه كاين واحد الشومبر ساكي طوال، كملوا فيه حياتكم انت وتخينا هذا. يلاه تحركي زيدي. تا صافي صاحبي طلق ديك المباشره صاحبي، ما كاينش تبقى كاعي مولني. اخويا ياسين عمرو غادي يخسر، وراه داكشي اللي كاين راه مولني عمرو ما يخسر. وانت درتي نيتك ربي يبين لك الحقيقه. ما شكرا اخويا ياسين عذبتك معايا. صاحبي تبقى تقلق فيا بحالك، ما تبقاش تقول لي شكرا انت راك خويا. اي حاجه انا معاك. ما الله ياخذ فيهم حق اخويا هادشي اللي نقول لك. امين. ولدي عثمان مالك؟ بنتي اللي ماشي هو هذا. شنو نقول لك الوالد، الدنيا صعيبه وعمرها غير بالنفاق. اش كاين ولدي؟ ياك لاباس خلعتيني. شنو نقول لك الوالد، وبقى ما يتخبى، شتي هذا النهار هذا دوز اكفس نهار في حياتي. اكفس نهار في حياتك؟ ياك ما درتي مع امين اولي. لا الوالد، كون غير سمعت لهضرتك النهار الاول ملي قلتي لي ديك البنت ما غاديش تصلح ليك. اش كاين ولدي؟ عاود ليا، راك شوشتي. انا نعاودك الوالد كلشي من الاول حتى الاخر. اولي ويلي شاد المصيبه، بنت جات ليا الحبس، رزقي ما عرفتش فين هو.
تثبت لي راسك بدنا نخرجوا ان شاء الله. واش من نخرجوا البنت؟ وانا باغي رزقي والله يعطيها الغرق، ما عندي ما ندير بها، باغي فلوسي انا. مراد نسى عليا الفلوس دابا، نخرجوا البنت هي الاولى وديك الساعه يكون خير ان شاء الله. ولكن السي عزيز، السي عزيز كيداير؟ بخير لاباس يعني. عمراني الله يبارك فيك. الحمد لله. مرحبا. وزارتنا الغراك السي عزيز، اش حاب الخبر؟ سي ياسين نحتاجك في واحد الغراض تقضيلي. محتاجني في واحد الغراض؟ مرحبا ياك لاباس. لا والو باس، غير الصديق ديالي البنت ديالو مشدودة عندكم. بنتو مشدودة عندنا؟ قول لي يا سيدي بنتك علاش تشدات؟ اه واحد شلال واحد بركان يدخل على الدار وراه شدو على الخيانة الزوجية، هادشي اللي كاين. صافي صافي، عاد عرفت دابا شكون انت الاب ديال امينه. وعلى ما كنعرفو سيدي، السيد اللي لقيناه معاه في الدار ما دخلش عليها، راه صحيبه وكيجي عندها ديما. صحيبه؟ واش هادشي السي عزيز تيقول هذا؟ سي ياسين وقيلا راكم غالطين، ولكن هادشي ما تيهمناش دابا. الحاجه الوحيده اللي كتهمنا دابا هي نفكوا هذا المشكل. كيفاش نفكوا هذا المشكل وباش غيتفك؟ انا بالساعه نعطيك من 10 حتى 20 مليون غنحيدوا هاد الشوه. دابا عند بالك غادي تشريني بفلوس ولا شنو؟ فلوس السياسي انا تدير الطريق في البحر، انت لو وقفتي ليا راني موجود. فلوس كدير الطريق في البحر. اسمعني يا شريف، بنتك غتغرق حبس وبلا ما تحاول دير يدك في الشكاره، حيت انا اللي مكلف بالدوسي ديالها. ولكن السي ما كاين ما ولكن، مع كل احتراماتي لك السي عزيز، هذا هو الكلام الاخر ديالي، يمكن لكم تفضلوا. واخا السي ياسين كلامك هو الكبير. السي مراد يلا نمشي. والله اللي قالك نفكوا المشكل، وهذا الشيء اللي كاين الوالد. واش شتي ولدي عثمان اللي ما تيسمعش هضره والديه؟ هذا الشيء تيوقع ليه وصافي، راه مكتب عليك والحمد لله اللي ما دادلكش رزقك. ايوا الحمد لله على لطف الله. ايوا راه خصك تخرجي صدقه من ربي فيقك من القلبه. داكشي اللي لقيتيني كنفكر فيه حتى الغدا ان شاء الله وندوز عند ياسين باش نكمل الاجراءات ديال الطلاق. هذيك الدري ظريف وعزيز عليا، الله يعمرها دار. حتى هو الوالد ديما كيشكرك ليا وديما كيسلم عليك. يسلم عليه الخير والربح. امين يا ربي. المهم الوالد انا نمشي ندوز. الله يعطيك الرضا ولدي، الله يعطيك الرضا. لا حول ولا قوه الا بالله. ايوا على سلامتك اخويا. الله يسلمك اخويا، بصراحه ما عرفتش كيفاش غادي نشكرك. واش شتي اخي عثمان، انا غادي نكع عليك، انت راك خويا صح. عارف اللي كاين هنا يخطك عليا اخويا. ونسيت ما قلت لك البارح جا عندي بوديك خيتي، واحد الضابط راه كان خدام معانا نيتينا، قال لك حكا راه باغي يفسر على بنته بالفلوس. بنادم اصاحبي مريض، سحب راسو بفلوس يمكن يشري الضمائر ديال الناس. حتى انا يا ما يصوني ليا شو برزني وانا نبلوكي. حكا بغيت نتصور معاك في واحد الموضوع. واللي هو دابا حنا كنا شرينا الدار من عندك خينا ب 120 مليون وبعناها لي 150 مليون، اذا شط لينا 30 مليون، وانا ديك 30 مليون بغيت ان شاء الله ندير بها الخير باش نشكر سيدي ربي، بغيت باش يهدي لي شي وحده اللي تقدرني ونقدرها. دابا قول لي انت باغي دير الخير وفي نفس الوقت باغي تزوج بشي بنت الناس. انا حاليا بغيت ندير غير الخير، اما بنت الناس فين غادي تلقاها؟ موجودين بنات الناس غير نتا عينيك مسدودين. المهم ما علينا، قول لي انت مسالي دابا؟ مسالي لا شي بلا باس. لا والو باس، غير بغيت تمشي تشوف شي ناس بغيتك توصلني. مرحبا الله يرضي اخويا. الله يحفظك. الو سي ريمس فين؟ هاني شوف هاد القلم خليه في البلاصه ديال عثمان هنايا في البيرو تكلم صافي، انا مشى قضى واحد الغرض ونمشي. يلا الله يحفظك. تكون هذه بنتي ما داتش مع السوارت. اهلا بولدي.
ياسين مرحبا، نهار كبير هذا. الله يكبر بك امي، ازاي؟ ادخلوا وليداتي، ما تبقاش واقفين في الباب. سمح محمد الغزال وفين هانيا؟ والله لا بخير خويا ياسين، الحمد لله، اللهم لك الحمد. سي عثمان مرحبا بك، بقيتي شويه؟ الحمد لله ونشكره اخويا. ودخلوا وليداتي تشربوا شي حاجه، دخلوا تجلسوا، دخلوا بعدا. لا لا مو زايب، لا ما تعذبي لي راسك، انا جيت غير نسول فيك وصافي. يسول فيك الخير، ربح وليدي. وقولي لي يا مهمتي، واحد الدنيا ما بانتش ليا في الدار، ياك ما رجعت للخدمه. يا ودي كون غير رجعت للخدمه راه كتفيق وليدي وكتمشي تخرج للجرده وكتجلس، ورانا معصبه وليدي مفقوصه، المهم سمح لي كان حيله وسبب ودار فيها ديك الحاله. امين يا ربي. امين. وقولي لي يا مهمتي، فين الجرده هي كتجلس؟ ورا كتجلس يا وليدي غير في هاد الجريده اللي حدا السنبوله. ايوا صافي، هذيك راه طريقي، منا نمشي نشوفها ونهضر معها شي شويه. سير يا وليدي الله ينصرك، وهضر معها الله يرضي عليك، ربما يجي عليه يديك الخير. واش غنقول لك امي ازاي؟ نتمناو الخير ان شاء الله. سي محمد تهلا ليا في الوالده. بضروري يا خويا ياسين، شحال عندنا منها؟ راه هي الربح وراس المال. والله يرضي عليك يا وليدي، راه حتى هو مسكين ما عنده زهر. وامهمتي ودابا يجيك ان شاء الله منهم الخير والخمير. ترى ربي كبير، راه ما كيسد باب حتى كيمشي حبيبه. ايوا وليدي داكشي اللي كاين. ايوا المهم نخليو لك الراحه هاد الساعه. وحشومه وليدي ما شربت والو. يلا خالتي السلام عليكم. جيتو عطيتكم غير هضره. شوفي مره اخرى ان شاء الله ونجيو نديرو حنا شي غدا كاع، ما نجيوش نصربو شي حاجه. الله يخلف عليكم. يلا سلامه امي. سلامه الله يسهل عليكم وليدي. اللهم امين. استغفر الله العظيم، واش غنقول لك يا وليدي؟ تبارك الله على داك ياسين، شحال عزيز عليا ما شاء الله عليه، الله يحفظه. ديما مسكين واخا مشى من الحومه ما كينساناش، كيجي تفكرنا بزاف زعما، الله يرضي عليه ويسهل عليه. ويال ويال، عرفتي داك السيد شكون اللي معاه؟ بصراحه وليدي بغيت نسول شكون هو ولكن حشمت. هذاك الوليده هو داك السيد اللي عاودت لك عليه البارح. ما تقولش لي هذاك هو السيد اللي غدرته مراته. وراه هو هذاك مسكين بقى فيا ما يستاهلش، ولكن كيتا هي، اما هو 100,000 وحده تتمناه. وكيتي انا امي، اما هو راه كله فلوس. تبقاش يا وليدي تقول بحال هكا، الله يجيب شي رزيق وكل شيء قريب عند الله، الله يسهل عليك. امين امي امتي من فمك لربي. ماك جاي عندي في الدار اخشي؟ الا جيت لعندك ما كتجاوبني. ما كنجاوبكش، ما عرفتيش علاش ما كنجاوبش. حومه كامله وشي هضره عليك صغار وكبار، وليت مشوه معاك انا عائلتي شي تشوهش معاك. انا بقيت معايا بهذه الطريقه، واش هو كل شي حاجه؟ هو كان القرقوب مقرقب انايا، مهلوس بالكين انايا، مزيانه هذيك ملي طرا لك داك المشكل، وانا شموتش عليك في هذا الشيء هذا. شوف ما يجيك حسن، ابلوكي ديك النمره وشوف شنو ديري. انا امي قالت لي راه ندبر لك على شي دريه تزوج بها حلالا طيبه، ونشيا سير بعدا من هنا. شوف عليك يا جلال. عثمان بنت رايا تتسناني هنا نجي. يلا ما تهضرش. انا اختي دنيا اليوم جيت باش نهضر معاك، نتمنى تفهمي هضرتي. الحياه كامله غادي نعيشوها مره واحده، حاولي تصنعي فيها شي حاجه اللي غتزيد بك القدام وتفرحك، وديما ديري في بالك بلي حتى شي حاجه ما تستاهل هادشي اللي كديري فيه، حيت بهاد الاكتئاب ديالك عمرك ما غادي تصلحي اللي فات. وكيقول المثال الضربه اللي ما كتقتلكش كتقويك. اما بالنسبه لهذوك المجرمين اللي وصلوك لهاد الحاله راهم مرميين في الحبس. ولكن اخويا الدقه ما جاتش غير من عندهم هما، الدري اللي كان موعدني بالزواج حتى هو تخلى عليا، تقول بحال انا اللي بغيت هاد الشيء لراسي. هاد الدري هذا عمرو بغاك. كيفاش؟ كيف سمعتي؟ حيت كون كان كيبغيك كان غادي يوقف معاك في هاد الظروف اللي انت محتاجه ليه فيهم. شوفي يا دنيا،
اللي كنت عزيز عليك نسي هادشي اللي وقع وبدي صفحة جديدة، وانا متأكد بلي ربي غي ينور لك طريقك ما بين ليلة ونهار، حيت ربي عمرو ما كينسى المظلوم. المهم نخلي لك الراحة هاد الساعة. ياسين شكرا بزاف. ماشي مشكل راك اختي، وكبرنا في حومة واحدة زعما. المهم ان شاء الله ليا في راسك. كون هاني. ياسين مالكم ولدك البنت بنت ليا مسكينة مدمرة. خويا عثمان اش غنقول لك، هذيك البنت كانت عايشة مع امي متابعه خير وخدامة عليها، ومؤخرا تعرضت للاغتصاب من طرف واحد العصابة. مسكينة بقات فيا بصراحة. يا عام ربي يا بخي عثمان، كنت قلتي لي بلي باغي دير الخير وتزوج ياك. اين ايوا خويا هو كلشي قدامك، دير الخير وتزوج رغم كاع الظروف اللي دازو عليها، ولكن راك تبقى بنت الاصل. ولكن اخويا ياسين ما كاين ما ولكن، هاد الهضره هادي اللي قلت لك فكر فيها مزيان. عمري ضنيت اعز انسان يشري ويبيع، عشرة سنين ظلم قلبي خلاني والهان باعني رخيص وخدا غيري. عمري ضنيت اعز انسان يشري ويبيع، عشرة سنين ظلم قلبي خلاني والهان باعني رخيص وخدا غيري. وكذب عليا ما بغاني مشى وخلى قلبه تاني بعيد بعيد عليا خلاني، ويا ريت انا ما عرفتو تمنيت، ولو ما كنت بغيته في قلبي انا ما حبيت وعشت معاه وشحال وريته الدنيا معايا كيف تتعاش. عمري ضني جات موتي بالضحك. راه تصيح هكا انك يخرج انك يخرج انك يخرج كتموت. خويا عثمان اش غنقول لك، هذيك البنت كانت عايشه مع امي متابعه خير وخدامه عليها، ومؤخرا تعرضت للاغتصاب من طرف واحد العصابه. مسكينه بقات فيا بصراحه. يا عام ربي يا بخي عثمان، كنت قلتي لي بلي باغي دير الخير وتزوج ياك. اين ايوا خويا هو كلشي قدامك، دير الخير وتزوج رغم كاع الظروف اللي دازو عليها، ولكن راك تبقى بنت الاصل. ولكن اخويا ما كاين ما ولكن، هاد الهضره هادي اللي قلت لك فكر فيها مزيان. اودي عثمان مالك اودي جالس تخمم مالك؟ في الصراحه بغيت نهضر معكم في واحد الموضوع. مالك وليدي قلنا اش كاين؟ كنتي قلتي لي دير الخير باش نشكر الله سبحانه وتعالى، ودابا انا قررت مزيان وبغيت نسر واحد بنت الناس وندير فيها الخير. أوليدي أصبر شوية، ننسى ديك المشاكل اللي دازت عليك. لا خالتي أنا خديت قرار، اليوم إن شاء الله غادي نمشي نخطبها ونسرها. ومالك أخويا ديما مزروب، بلاش نعرفوا بعدا غير أصلها والعائلة ديالها كي دايرة، ما تزرفش بحال المرة اللي فاتت عاوتاني. بلاتي بلاتي، علاش أخويا السرها؟ مالها عندها الدراري؟ صراحة ما عندي ما نخبي عليكم، هي السيدة بنت الناس، بنت عائلة فقيرة، ولكن طرا ليها مشكل في حياتها. أشنو المشكل هذا أولدي؟ البنت تعرضت للاغتصاب من طرف شي مجرمين. اشنو؟ لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اويلي اخويا صبرتي حتى صبرتي في الاخر تاخذ وحده مغتصبه. اسكتي كوني تحشمي حشومه تقولي بحال هاد الهضره. وقول لي يا ولدي فين عرفتي هاد السيده هادي؟ وباش عرفتي ما كذبتش عليك في هاد القضيه ديال الاغتصاب؟ الوالد البنت ما هضرت معاها ما والو باش تكذب عليا، والقضيه ديال الاغتصاب ياسين هو اللي كان مكلف بالدوسي ديالها. بصراحه ولدي والله ما عرفت ما نقول لك. شوف اوليدي انا اللي بغيت نقول لك
كما بغيتي تستر هاد الدريه الله غيسترك الدنيا واخيره. شوف اوليدي حنا راه معاك في السراء والضراء. الله يخليكم ليا. شكرا انا خالتي. يلا انا مشيت باش نوجد راسي. يلا ونوديتي نسالك نسالك صافك. الو استاتمن. الو خويا ياسين صافا مزيان. ها انت راني فكرت في الهضره اللي قلتي لي قبيله ودابا عيط لك باش تهضر مع فاتي ونمشيو نخطبوا البنت ان شاء الله الا كتب. كيفاش كيف سمعتي قول لي دابا نستناك تجي ولا نسبقوك حيت حنا راه واجدين. لا لا صافي شوف غير سبقونا نتوما حتى نتبعكم انا وفاتي. ياك انت بعدا باقي عاقل على الدار. لا لا كون هاني راني باقي عاقل على الدار. وسير اخويا الله يسخر لك الامور وربي اللي غيجازيك على هادشي. الفضل اخي ياسين كله كيرجع لك ربي اللي غيجازيك. صافي سير سير دابا هما كيعيطوا ليا. يلا تنتلاقاو ان شاء الله. يا ربي اللي كنتي كتسمعني يستر لي في هاد البنت وسخر لي فيها. الله الا دار العفريت رجعوا لها الراجل ما مدويش فين غنمشيو. انا ما قلتش لك. شنو عثمان مالو انت راه غادي يمشي يخطب بنت مو الزايه. ربي ربي دنيا والله الا غادي يمشي يخطبها دابا هو دارو. الصراحه والله الا بغيتها لي بنت الناس واخا دازت من دوك الظروف ولكن كتبقى بنت الاصل حتى هو ولد الناس. ملي نفكر يسرها والله ربي ما غاديش يخيب. ربي ما غاديش يخيب انت ربي ما غاديش يخيبك ان شاء الله الا نتي دابا وحده قيتي شويه وصايبتي لنا شي بيتزا ولا شي بسطيله ديال الحوت. هو غادي يخطب وانا مالي. وديري شي مبادره من عندك ياك عاد كليتي. سيري 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 نوضي 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 وجدي راسك نوضي فين نوضي راه غادي نمشيو نتبعوهم. بصح نمشيو معاهم وهما مشاو حنا غنتبعوهم. نيت داك القفطاني الجوهره غمل ليا. سربي سربي راسك سربي راسك ولبسي غامل وعندك يولي يكون ولا ايفازي. ماما تليفونك كيصوني. الو امي الزايا لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله. شكون معايا؟ معاك ياسين امي امتي. ما تقوليش لي ما مدخلاش نمرتي. اهلا ولدي ياسين راه غيمشاو ليا النوامر داكشي علاش. ماشي مشكل وقولي لي حداك دنيا. ايه وليدي هي حدايا ودوزالي دوزالي راني بغيتها. اه هكا بنتي ياسر بغى يهضر معاك. الو خويا ياسين. اهلا دنيا فين لاباس عليك؟ صافا الحمد لله خويا. ايوا الحمد لله. المهم باش ما نطولش عليك راني بغيت غير نبشرك بواحد الخبر. تبشرني بخبر علاش كتهضر؟ هاد الليله ان شاء الله غطرى واحد الحاجه اللي غتبدل لك حياتك كامله. كيفاش اخويا ما فهمتش؟ ودابا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه من غير نفس الهضره اللي كنت قلت لك وان ربي ما كاينش حق حتى شي واحد. يلا دابا نقطع عليك حيت راني مزروب. امال كي مصدومه شنو قال لك ياسين؟ حتى انا بحالي بحالك ما فهمت والو. كيفاش ما فهمتي والو؟ اويلي شكون جا عندنا فهاد الوقيته؟ انا غنمشي نشوف شكون. ياسين اللي غنشوف. شكون؟ السلام عليكم. عليكم السلام. مرحبا. تفضلوا. زيدوا. زيدوا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. بارك الله فيك. مرحبا بك. مرحبا بك. ويسمحوا لنا على الدخلال. هما اللي سمحوا لنا على الدخله ماشي دخلتكم هادي. لا الحاجه ما تقوليش هادشي بالعكس. ربي يخليك اختي دنيا خدي تبعني الكوزينه. لا 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 ما عندك فين تنوضي. حنا راه جيناك فواحد الموضوع تيخص بنتك. مرحبا سيدي ياك لاباس. وندخلوا في الموضوع. لا لا حنا راه طالبين راغبين في يد بنتك ودنا عثمان. مرحبا بكم ولكن ضروري خصني نعاود لكم واحد الظروف راه دازت منها بنتي باش كلشي يكون واضح بيناتنا. شوفي يا اختي حنا ما جينا للدار تعرفنا كلشي على البنت. وحتى خويا عثمان راه مقتنع بها وبغاها. خالتي ما عندي ما نخبي عليك ياسين راه عاود لي كلشي وتا انا راه مريت بواحد الظروف قاصحه عليها بغيت نستر بنتك ونعيشوا انا وياها في دار وحده. واش غنقول لك اوليدي كما بغيتي تستر بنتي وانا بغيت ربي يعطيك مستر الدنيا وستر الاخره. امين يا ربي. ودابا تنسينو البنت تجاوب. قولي لي يا بنتي شنو بالك في هاد ولد الناس؟ والوليده شي هاد السيد الله يعمرها دار
ما تلقاش بحال. ربي يخليك خويا، الله يكبر بك. وهي نشكروا الله ونقراو الفاتحه. هي الاولى الحاج، بسم الله. صدق الله العظيم، بالرفاء والبنين، الله يكمل بخير. امين اوليدي، كيما فرحت ليا بنيتي فات ربي يفرحكم في الدنيا وفي الاخره. هادي جات معاك بنت امي الزاهية. فين الساعد؟ فين دمي؟ انا الصباح نشقلب انا مزك مع بنت امي الزاهية من الصباح حتى انا هنايا. كيفاش بنت امي الزاهية؟ ما شنو طار؟ علاش ما عرفتش؟ علاش انت تعارض الساعد؟ انت راه تزوجت عمي، شوف هذاك الحديث الشيء بالرجولة ديال واحد خونا يتزوجها مريضة خايبة. والله ما شحمقنيش. تمزك وعليكم. واش دير ماك صاحبي؟ زعلانه صاحبي؟ صافي سهل ماك. نتوما اخاي نتوما درتو ليا هاد القالب اخاي سعد، حنا متجوزش بها مختص بهادي مهادي. سير اخويا سير، تقعد تبع الهضره ديال لي زونفو تجيبها تلاقى. سير سرات لي زونفو، نتوما انا خرجتو عليا كنت نتزوج بالبنت شن بغيها وكذا وكا، نتوما صدقتو مريطين نداء هاني ندوز حيد. صافي مشى معاك باس اصاحبي، تدخل تاكل دابا تنسى كلشي. سير كول انت يا صاحبي.